توجهت الجهود الاقتصادية المصرية نحو تحقيق الاستدامة والمرونة، ذلك من خلال تنويع السياسات المالية وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية. تتجلى هذه الجهود في التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، وذلك في العام المالي الجاري. أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعما للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا، ذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. أوضحت المؤسسة أن هذه المشروعات تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم، تشمل برنامجا استشاريا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك لتوسيع الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر. توصل الدولة جهودها لتعظيم زراعة وإنتاجية محصول القمح لتحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج الغذاء المحلي. هذا وأعلنت محافظة الدقهلية استقبال 245 ألف طن من محصول القمح، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد في 15 من أبريل الماضي. في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها المحاصيل الاستراتيجية، تتواصل عمليات حصاد القمح باعتباره المحصول القومي لمصر. في الدقهلية بلغت الكميات الموردة من القمح 245 ألف طن استقبلتها الشوان والمصانع منذ اليوم الأول للتوريد والذي بدأ في 15 من أبريل الماضي. تصل المساحة المنزرعة بالقمح في الدقهلية هذا الموسم إلى 252,292 فدانا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي كميات المحصول الذي سيتم توريده إلى 400 ألف طن، يتم استقبالها ب 37 موقعا بنطاق المحافظة بساعة تخزينية تبلغ 289 ألف طن. يصل سعر توريد القمح للعام الجاري إلى 2000 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 و 1950 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 و 1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22 درجة ونصف. تؤكد الحكومة أن عمليات سداد المستحقات للموردين تتم خلال 48 ساعة، كما أصدرت توجيهات عاجلة للمحافظات بإزالة كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح بالصوامع والشوان ونقاط التجميع وتأمينها والتأكد من صلاحيتها طبقا للشروط والمواصفات المعتمدة، وتفعيل غرفة عمليات بمديريات التموين لاستقبال أي شكاوى تعوق عمليات التوريد. وفي أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وأيضا تخفيضات طوعية في الإنتاج. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 1.2% لتبلغ
$83.55 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.1% مسجلا $79.30 للبرميل، فيما قفز أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.6% مسجلا $2.43 للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.3% مسجلة $2.25، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في العام 2024. أكدت أوبك أنها ستحاول التركيز إلى الطلب المتوقع على النفط الخام من تحالف أوبك بلس، يشير ذلك إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون للدعم في سوق النفط. أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في العام 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في العام 2025.